الخبر اللي عدى عنه حلو هو ابن انس وصالي يا حبايب وصبت بالمرض فنزلت اصلا هذا الستوري كاتبة علي سيك بيبي يعني ولد مريض فلش فيه يا رب ان شاء الله ما بين الخير والعافية ولسوني يا حبايب انتظر بالكومنتات انه الله يشفي يا رب. ننتقل حاليا نور سرق يا حبايب وتاج المتابعين عليها ستنزل على التيك توك هذا المقطع بالمختصر شات فكرت ان هو شعرها قبل ما تقصه وبعدين يا حبايب تحط ايدها على الكاميرا وتبين شعرها انه هي قصته اللي كان بهذا الشكل انه عن بعض الاشخاص لاحظوا انه هو نفس شعر نارين بيوتي. هذا خلى بعض المتابعين يا حبايب انه يتهجمون عليها ويتهموها انه هي قاعده تقلد نارين بيوتي وحصلوا لايكات عالية 400 وفوق مثل ما شايفين بالكومنتات. فما ادري صراحه تشوفون يا حبايب الموضوع فعليا تقليد او لا، خاصه انه هذا المقطع يا حبايب هو انجبرت انه هي تسوي شعرها هيك، يعني هي انجبرت تقص شعرها لان كريم هو طلب منها هذا الشيء اللي هو حبيبها. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل تشوفون انه تستحق التهجم او لا. ننتقل حاليا لسام مروه يا حبايب تنزل هذا الستوري اللي جاي حاط بيه صوره لحبيبته المستقبليه كاتب ما في مبروك. فما ادري صراحه ايش رايكم، طبعا صوره فوتوشوب يا حبايب مو اكثر. اكتبوا لي بالكومنتات تتوقعوا ان اسامه ممكن زوج بالفتره القريبه او لا. ننتقل حاليا مفاجاه اليوتيوبر يا حبايب اللي هي نور ستار اللي نزلت هذا الستوري عشان تتعلم خلاله عن الفيديو الناري وفكرته راح تكون كلش خرافيه حسب ما قالت راح ينزلنا قريبا يا حبايب. فشو تتوقع راح تكون بالضبط فكرته؟ اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم. بالاضافه يا حبايب لوسام تيكت هم ينزل هذا الستوري كاتب في حد اكل مقلب، من الواضح انه سوى مقلب واحد من الاشخاص بعدين يعلم خلال انه حنزلنا مقطع مقلب. فما ادري صراحه بلو توقع انه سوى به المقلب بالضبط وشنو فكره المقلب. اكتبوا لي بالكومنتات ايش قد متحمسين لهذا المقطع. ننتقل حاليا نور ماريا يا حبايب تنزل هذا الستوري دي يدلع بي لانا فكاتب عليها لينو وحاط صورته وياها يا حبايب. هذا خلى بعض المتابعين او فانزات قمرطاي يتهجمون عليه بسبب انهم يحبوه بس ويا قمرطاي وهو قاعد يدلع لانا. اكتبوا لي بالكومنتات ايش رايكم بالخبر. بالاضافه تشار هذا الفيديو يا حبايب او هذه اللقطه من البث المباشر اللي شافها محمد مار ويا هذه البنيه اللي كانوا يحكون على باريج دادا واحد من الاسئله نوعا ما محمد مار سوى نفسه مهتم. هذا يوضح يا حبايب انهم مو ممكن يصالحون الاسئله. هلا يا رورو ايش مشكلتك؟ انا هلا يا محمود ايش دخلني لاعرف ايش مشكلته مع باريج وايش ذنبي لاعرف هذا بيحب فلان ولا هذا بيحب علتان. بالاضافه النور ماريا حبايب والستوريات اللي نزلها اللي كانت ستوريات ويا ابو فله والتقاهم ويا بعض ويدعم البث المباشر مالته. وبالاضافه يا حبايب محمد جوان هم ينزل شويه ستوريات كان يدعم بها ابو فله ونزل شويه ستوريات يدعمه ويشرح بها على البث المباشر مالته. طبعا ابو فله رد على هذه الستوريات وحطها بالانستغرام مالته. اكو راح احطكم الستوريات يا حبايب شوفوها ستوريات نور مار وستوريات محمد جوان على مود اذا حابين تشاركون وتساعدون. طبعا انا وين اليوم حاليا؟ لحظة. احكي لهم على الملصق. الملصق؟ في ملصق. الهدف 10 مليون 100,000 عائلة باذن الله نساعدهم. شو صار لكون؟ باذن الله نوصل ونساعد فاير اللي يقدر يتبرع واللي ما يقدر فالدلع الخير كفاعل. يعطيكم العافية. هون اكثر من 24 ساعة غايب عنكم امبارح بس والله العظيم طول الوقت وطول الطريق انا ببالي ابو فلة واللايف عامل هو حملة يجمع 10 مليون دولار. والله انه كفو قبل ما اطلع كان 650,000 قبل ما اطلع بالطياره. حاليا هن 2 مليون واكثر من 2 مليون دولار بيغطوا عدد العائلات المستفيده اكثر من 17,000 عائله. عدد المتبرعين 52,000 وشوي. كفو الله يرزقكم كلياتكم. هاي الحمله مو بس لو فله، هاي الحمله لكل الوطن العربي. بس الله يعطيك الف عافيه على الفكره وعلى كل شيء عم تعمله وبالتوفيق. وهي رابط التبرع هون يا اخوان الكل يدخل يتبرع. وانا امبارح كنت غايب عنكم واسف شايفيني مسافر ومن بلد لبلد فانا بصراحه حابب نوصل لمقطع فجر مقطع لايكات وبس. بتشوفوا فيديو زي مقال من القصص. احبكم ومع السلامه.